المباريات هذه تتلعب على جزئيات صغيره. حضرنا السيناريو الكل، حضرنا لي بتي ديتاي نقولوا احنا، ان شاء الله بحول الله جاهزين كيما يلزم. ان شاء الله اللاعبين نتاعنا سورتو يكونوا كونسونتري ومركزين، باش يجي فترات نتاع قوه لنا، فترات نتاع فراغ كيف كيف المنافس يظل اللي باش يستغل الهفوات نتاع الفريق المنافس هو اللي باش يخرج بالمباراه. احنا بالنسبه لنا عندنا ثقه في المجموعه نتاعنا، عندنا ثقه في الفريق نتاعنا، وكيف كيف نلعبوا فوق ميداننا قدام جماهيرنا نعملوا عليه برشا. وان شاء الله نوعدوا الناس كلنا انه باش نقدموا مردود يليق بالفريق نتاعنا، وان شاء الله الانتصار يكون حليفنا ان شاء الله. باش يكون ثم تغييرات في التشكيله؟ صحيح باش يكون ثم تغييرات في التشكيله. كما قلت قبيله انا، كل مباراه وعندها حقيقتها، كل ماتش وعنده الفيزيونومي نتاعو، ما مش نبدلوا حاجه كبيره، معناتها حتى لي شونجمون باش تكون حاجه قليله برشا، مي سيرتو لو شيما تكتيك والديسبوزيتيف واحنا باش نفرضوا اللعب نتاعنا مش يتبدل، مع احترامنا للمنافسين الكل، احنا اسمنا النادي رياضي الصفاقسي واحنا اللي باش نفرضوا اللعب نتاعنا ونلعبوا فوق ميداننا قدام جماهيرنا، الور احنا اللي باش نبادروا واحنا اللي باش يكون عندنا لاكسيون ان شاء الله. وشو اللي تنتظروه من الجمهور؟ ننتظروا دعم كبير من الجمهور، هذا فريق، هذا مباراه، مباريات نتاع جمهور، يظل مش غريب على الجمهور النادي رياضي الصفاقسي انه يقف ويدز مع الفريق نتاعو، نحبوا من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخرى، سيرتو انه تنجم تكون ثم لاعبين شبان غدوه يلعبوا ولا نقحموهم في وسط اثناء المباريات، لازم ندعموهم ولازم نشجعوهم وان شاء الله نقعدوه بمردود طيب ان شاء الله. استعداداتك مباراة قدوة خاصة عندنا نكهة خاصة عند الجمهور؟ أكيد مباراة عندنا نكهة خاصة سيرتو على ملعب طيب الميري وقدام جمهورنا، مباراة كلاسيكو دونك ما نقولوش لي مباراة كبيرة، إن شاء الله الأولاد نكونوا حاضرين 100%، إن شاء الله نعملوا أداء ممتاز وإن شاء الله الريزيتا تجي بطبيعتها، فرحوا جمهورنا على شلي وضحوا بالتوابع نتاعنا. إن شاء الله. شنو هي رسالتك لجماهير النادي السياسي؟ كالعادة رسالة كونهم يعاونونا من الأول للآخر، يقعدوا يشجعوا فينا ونحن بقدرة ربي باش نعطوا موتيفي بتبعتنا غدوة. إن شاء الله كما قلت لك نعملوا أداء طيب وإن شاء الله نفرحوا جمهورنا وما نخليهمش يروحوا معنا متغشين. كريم شنو هي استعدادك لمباراة غدوة اللي عندنا خاصة في صفاقس وخاصة عند أحباء نادي الرياضي صفاقس؟ استعدادات عادية كما قلت أنت، الكلاسيكو الماتشات الكبار ديما الجوار يكون موتيفي الحقيقة الماتشات الأخرين. أكيد مش باش يكون ماتش سهل، الماتشات هذوما الحقيقه يتربحوا وما يتلعبوش، اللي يكون كونسنتري اكثر، اللي يكون نقولوا نحن مخه بين في راسه، معناها باش يكون هو فافوري على صاحبه، والماتشات هذوما يظل يتلعبوا على ديتاي صغار، بالاريتي اكسترا. نتساوى نادي رياضي صفاقسي في الميدان نتاعها الحقيقه الاعوام الاخرى ما عادش تساوى، يلزمنا نكونوا الناس كل واقفين مع بعضنا. تعرف مباراة 90 دقيقة، أنا من أول دقيقة لآخر دقيقة الناس كلها مع بعضها، وإن شاء الله يروح الجمهور وتروح الناس كل فرحان إن شاء الله.